السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبابي وإخواني الكرام، طبعا ما فيش حديقة في منزلنا أو بلكونة خالية تقريبا من الورد الجوري أو الورد المتسلق أو أي أنواع من أنواع الورد. فإليكم اليوم خمس نصائح مهمين جدا للحفاظ على شجرة الورد، مزهرة طول العام طبعا بكثافة، وزي ما احنا شايفين قدامنا ما شاء الله تبارك الرحمن الأزهار الورود رائعة وشكلها جميل جدا طول العام صيفا وشتاء. فإليكم أول خطوة، وهي الخطوة المهمة جدا، وهو التقليم الجائر في الشتاء والتسميد بالسماد البلدي أو السماد العضوي المعروف في الأسواق. طبعا هاي خطوة كتير مهمة جدا تحفز الشجرة وتقويها طول العام على الخضار وعلى الإزهار، فهاي خطوة كتير مهمة. الخطوة الثانية وهو الري. الري كما نعلم شجرة الورد لا تحب كثرة المياه، خاصة إذا كانت في الصيص، فعلينا أن ننتظم في الري. فهاي خطوة كتير مهمة وكتير بيعاني منها أصحاب المنازل، وخاصة في القصيص اللي مزروعة في القصيص، فدايما بتعاني من تعفن الجذور وإصابة الأوراد الورود بالزبول، فهاي بيكون مشاكل في الري. فعلينا الحفاظ على الري، الري بانتظام، وإزالة السرطانات كما نرى التي تنمو بجانب الشجرة الأم، حتى تحفز أيضا وتعطي الشجرة تحفيز وتقوية وتغذية بما يكفي. أما النصيحة الرابعة وهو التسميد بسماد NPK في طبعا مرة بالشهر، هذا حتى يحفز النبتة على الإزهار وعلى النمو الخضر. رابعا وهي الإضاءة. الورد الجوري كما نعلم يحب الإضاءة وخاصة أشعة الشمس المباشرة، فلابد أن نعرضه للشمس يعني تقريبا لا يقل عن 6 ساعات يوميا في اليوم تعرضه لأشعة الشمس المباشرة، فكتير مهم جدا. أما خامسا وهي إزالة الورود الجافة اليابسة كما نرى أمامنا، فهاي كتير خطوة مهمة حتى نزيل هاي الوردة الجافة حينما تجف، نعطي مجال للشجرة بأنها تعطي أزهار أو ورود طبعا أخرى جديدة ومتجددة دائما طول العام. وأخيرا حتى نحافظ على شجرتنا ووردتنا كمان، لازم نهتم بعملية أو نهتم بعملية الرش أو الوقاية من الأمراض. فحينما نلاحظ أي إصابات، لأن الوردة كما نعلم يصاب بالمن، حشرة المن أو بالبياض الدقيقي، فعلينا حينما نرى أي إصابات على شجرة الورد فعلينا بمقاومتها بالمبيد التي صنعناه معا في القناة. سأترك لكم رابط الفيديو تحت في الوصف. وملحوظة كمان بالنسبة لإزالة الزهور الناشفة أو الأوراق عفوا أو الورود الجافة كما نرى في الصورة، طبعا إذا كنا مقلمين تقليم جائر، وسأترك لكم أيضا رابط فيديو التقليم للورد في أسفل الفيديو، ف
هنحتاج لإزالة فقط الوردة كما نرى هاي بالطريقة هاي اللي احنا شايفينها قدامنا، وإذا كان طبعا الشجرة كبيرة لأن بهاي الطريقة بتعطينا نمو خضري وبتعطينا أيضا أزهار، لكن إذا كان طريقة الشجرة كبيرة جدا فننزل لتحت تقريبا طول 20 سنتي، أو حينما نصل إلى الورقة الخماسية فعلينا بإزالة هذا الجزء العلوي حتى تعطينا أزهار. وأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة، فلا تنسوا الصلاة على النبي، ولا تنسى اللايك والشير والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر معكم بإذن الله تعالى. دمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.